بكم مشاهدينا ونشرة الثامنة، والبداية نبارك للمنتخب المصري والشعب المصري على هذا الفوز، حيث تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على كوت ديفوار بركلات ترجيح بنتيجة 5-4، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمها الفراعنة لصالحهم ليتأهل المنتخب لربع النهائي ومواجهة منتخب المغرب.